كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي عبد الله الجدلي قال أو الجدلي قال قلت لعائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، يعني مع زوجاته ومع أهله، قالت كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الترمذي أيضا الألباني. طيب قالوا عن أنس رضي الله عنه، الحديث ده من أعجب الأحاديث المرت بي، وتوريك تماما حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا ما حديث عجيب جدا، هو سطر واحد وقد يكون مشهور عندكم في صحيح البخاري. قال عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت، ما حصل قال لي ليه عملت كذي 10 سنين، ولا ألا صنعت. قال رواه البخاري، يعني ما قال له مر، ما حصل قال له أف 10 سنين. تخيل زول وما ماشي معه كصاحب بس يخدمه، وما قال له يوما أف، حسي زوج المرأة 10 يوم بس الأسبوع الأول بيسموه شهر العسل ده، من أول 3 يوم أف بتكتر، أف لما عندها بخار وسموم ذاته. معقولة يا أخي؟ أيوة والله شغلة عجيبة جدا، الناس لكن أخلاقها تكون حسنة. والله يا جماعة ده خلق لا يكاد يعني إنسان يعبر. 10 سنوات ماشي معه، ما حصل يوم قال لي أنت عملت كذي ليه؟ أنت بتقدر على شغل زي ده؟ 10 سنوات إنسان يكون أحيانا غضبان، أحيانا فرحان، أحيانا يكون مستعجل معه ضيوف، سوي ما تسوي كذا في البيت. مرات لما نيجي ضيوف الزول يقلق ناس البيت، شت المرة سوي سريع، والحاجة في البوتجاز يعني تولي عليك وده بيجاي وده كذا. الزول يا جماعة أخلاقه تكون شنو؟ حسنا. نحن والله دارين الكتاب ده نستفيد منه كلنا يا جماعة، كلنا. لذلك هذا الكلام أنا لا أستطيع التعبير عليه عنه بكل ما في قلبي. ما في 10 سنوات سفر ومشي وجية وقاعدة وقوم، والإنسان يغضب ويرضى ويفرح ويحزن، ويأتيه الناس ويخلو وكذا، ومع ذلك ما أساء إلى أنس رضي الله عنه. ده خلق عجيب جدا. قال وعن سماك قال وعن سماك قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان طويل الصمت قليل الضحك. طويل الصمت لا يكثر من الكلام فيما لا فائدة فيه. عليك الله يا جماعة، في رجل في الدنيا دي، رجل مخلوق كلامه يكون منهج زي النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أي كلمة يقولها صنفوها طلعوا منها فوائد ويكون نور للناس يسلكوه. والإنسان إذا طال صمته أي لا يتكلم في شأن الناس ولا في دنياهم، في شأن الناس الذي لا ينفع ولا في دنياهم، فإنه يكثر من التسبيح ويحرك شفتيه، أو يكثر من التفكر في شأن الآخرة وما ينفع في الآخرة. والتفكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى من أسباب صلاح القلوب، نذكره إن شاء الله في بعض تراجم هؤلاء الناس إذا مد الله في الآجال ووفق. طويل الصمت قليل الضحك. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر، أي بعض أصحابه، الشعر الذي لا محرم فيه لا محظور فيه. قال يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم. هم يضحكون وربما هو شنو؟
تبسم صلى الله عليه وسلم، انفرد بإخراجه مسلم.